لكل ترهيب ووعيد حقه من العذاب. ولذلك قال عز وجل في حق الكفار مع أنهم كفار: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. أمر قال زدناهم عذابا فوق العذاب مع أنهم كفار. فكلما جاء الوعيد مكررا بصفات متنوعة أو بأساليب متنوعة فهو يدل على شدة العذاب. ولكن لا يقل بأن اللعن أعظم من الغضب، لأن ما قدم فهو الأولى. قال هنا: من لعنه الله وغضب عليه. نقول: لا، لو جاءت هذه الآية فقط نقول نعم، لكن جاءت آية أخرى تدل على أن الغضب أسبق في الذكر من اللعن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.